could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days searching for. ديالي جسفر ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير ونلقاكم الفيديو ديالي في احسن الظروف والاحوال كيف ديما معكم احلام من قناة احلام بيوتي. واليوم ان شاء الله في هاد الفيديو غادي نبارطاجي معكم سر بياض السنات ديالي. صراحة بزاف ديال الناس كيسولوني، يعني ماشي بزاف، يعني لابليبار ديال الناس دائما كيسولوني احلام فين قديتي سنانك، احلام فين بيضتي سنانك. والحقيقة أنني عمرني قديت سناني وعمرني بيت سناني. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نقول لكم سر بياض سنانات ديالي. أول حاجة البنات اللي نبغي نقول لكم هو العناية بالسنانات ديالكم، يعني أبخي شاك غوبا ضروري تحكي السنانات ديالك بدونتيفريس اللي تيكون مزيان للسنان ديالك، ماشي أي دونتيفريس غادي تشدي وغادي تحكي به السنانات ديالك. ولا بروس حتى هي لا بروس دون حتى هي خاصها تكون مزيانه، يعني من واحد النوعيه اللي كتكون مزيانه للسنانات ديالك. اليوم ان شاء الله غاديه نبارطاجي معكم اول حاجه دونتيفريس اللي كنغسل به السنانات ديالي، وحتى لا بروس، وبشحال غادي تلقاوهم، ومن عند من غادي تشريوهم. كيف ما كتعرفوا البنات انه اجمل حاجه فينا هي هما السنينات، يعني في الوجيه ديالنا اسنان خاص يكون عندنا اسنان. اول حاجه السنينات كيكونوا صحيين، عاد من وراها كيجي البياض ديال السنينات ديالك. يعني اجمل حاجه فينا هي الضحيكه، فاي بنت كتبغي سنيناتها يكونوا مستفين ويكونوا بيضين ويكونوا زوينين، باش دائما الضحيكه تكون زوينه. وكيف ما كنشوفوا دابا يعني لا بليبار كيقادوا السنينات ديالهم، كل واحد واش ما كيدير، يعني اكيد كل واحد حر في نفسه، ولكن راه ما كاين ما احسن من سنيناتك اللي كيكونوا طبيعيين وكيكونوا صحيين كيعطيهم ليك الله سبحانه وتعالى. داكشي علاش البنات كنشدد وتنقول لكم اهتموا بالنظافه ديال السنينات ديالكم. وغادي نقول لكم حتى الحل ثاني، لانه بزاف ديال البنات كيعانيو من الريحه اللي كتكون عندهم في الفم ديالهم، ما كيقدروش يضحكوا، ما كيقدروش يتكلموا، ما علاش؟ حيت كتخرج منهم واحد الرائحه اللي تنقول واحد الرائحه كتكون مزعجه كتخرج ليهم. فانا هنا تنقول لك جوج الحوايج، الا كان عندك سوسه في الضروس ديالك، ففي هذه الحاله ضروري خاصك تشوفي الدونتيست ديالك، حيت هو اللي غادي يلقى لك الحل اولا غادي يلقى لك العلاج. ولكن كاينه شي بنت اللي ما تيكون عندها لا سوسه لا والو، وتتكون عندها الريحه ديال الفم، كتكون عندها الريحه ريحه كريهه خارجه ليها من الفم ديالها. فهاد الحاله تنقول لك هاد الريحه كتكون جايه من الجوف ديالك، الجوف ديالك كيبقى كتراكم فيه البقايا ديال الطعام، يعني كل مره كتاكلي كتبقاو البقايا ديال الطعام في هنا في الجوف ديالك، فهما اللي كيعطيو ديك الرائحه تكون كريهه. انا بزاف ديال البنات لقيت بهم تيقولوا لي ما عندنا لا سوسه لا والو، سنانه يعني الضروس ديالها راه حتى الا كانت شي سوسه كنحيدوها عند دونتيست، ما عندناش حاجه، ولكن عندنا الريحه ديال الفم. وشحال من وحده نصحتها وعطيتها الحل وقسما بالله ما بقات فيها الريحه خايبه في الفم ديالها. فانا اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم، وهذا الفيديو غادي ينفعكم بزاف بزاف بزاف، واكيد وانا متاكده والله حتى متاكده غديو معايا، يعني اي بنت غادي تتبع ان شاء الله هذه الخطوات اللي غنعطيها في هذا الفيديو. والبنات اللي عندهم الريحه ديال الفم كيف ما قلت لكم من غير تسوس ديال الضروس، حيت السوسه كيف ما كنعرفوا حتى هي كتعطي الريحه، فاذا كان ما كانت عندك لا سوسه لا والو كنتي كتعاني من الريحه ديال الفم، تبعي الفيديو اللي غادي نعطيك اليوم، واكيد اكيد 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 غادي ترجعي وغادي تكتبي لي في التعليقات وغادي تقول لي ميرسي بوكو احلام، راه داكشي اللي قلتي لي في الفيديو تبعته وفعلا الريحه مابقاتش عندي في الفم ديالي، وفعلا سنيناتي ولاو بيضين. اول حاجه البنات غادي نبارطاجي معكم دونتيفريس اللي كنستعمل السنينات ديالي، هذا سميتو لا مارك فيتيس، فوالا فيتيس كتاخديه من بارافارماسي،
وهذا الشكل ديالو. هذا البنات بلونشور، يعني تيبيض لكم السينات ديالكم غزال بزاف. هذا البنات ما كنستغناش عليه صراحه، دائما كنستعمله. الثمن ديالو خليكم معايا نشوف، حيت هاد لا كوموند يلاه وصلتني سالا ليا، وثاني خديته مره اخرى. الثمن ديالو كيدير 57 درهم، يعني ثمن اللي هو جد جد مناسب، وتبارك الله راه تاخذ لك واحد المده وغزال بزاف، وكتحسي بالسنه ديالك ولاو بيضين. فوالا البنات، من نفس لا مارك كناخذ هاد لابروس. هادو بيان سور ملي غادي نقول لكم سر البياض ديال السينات ديالي، اكيد غادي نخدم شي حاجه اللي هي جديده. فوالا ها هي، يعني لابروس هادون اللي كنستعمل هي هذه، غزاله بزاف 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 البنات، وما تخافوش منها. واللي فيها زوين انها رطيبه على السنان ديالكم، دونك هذه حتى هي غزاله كنصحكم بها. والثمن ديالها حتى هي راه مرخي، شحال كدير؟ 29 درهم. فوالا دونك سالينا من الدونتيفريس اللي كيكون بلونشور، يعني مبيض للسينات ديالكم. ثاني حاجه البنات اللي هي مهمه مهمه بزاف بزاف، اللي هو هذا لي بوند ديال لا مارك كريست. كيف ما كتشوفوا هادو البنات تيبيضوا السنان بزاف، كيف ما كتعرفوا يعني تناخذوا التغذيه اللي كتكون فيها يعني العطريه، يعني نهار على نهار كنشربوا اتاي، كنشربوا القهوه، فنهار على نهار السينات ديالنا اشنو تيوقع لهم؟ السينات ديالنا تيوليو يعني صفرين، يعني مع المده، اليوم على غدا، اليوم على غدا، اليوم على غدا، فالسنان تيوليو صفرين. فهاد لي بوند البنات نصيحه ليا، من نصيحه مني ليكم، انكم تاخذوا هاد لي بوند كل سيموا تاخذوهم. راه كيكونوا فيهم دو بوند، وحده كدار الفوق في السنات الفوق، وحده كدار في السنات التحت، كتخليهم المده ديال نص ساعه. تتكون تيكونوا تقريبا واحد يمكن 12 ولا 14 وحده. مهم كتبدئيهم على السنات ديالك، من بعد كتحسي بديك الصفوريه اللي كتكون عندك من التراكمات ديال الطعام. راه فريمون البنات السنينات ديالكم كيوليو بيضين وتيوليو غزالين. فهادو البنات ضروري البنات انكم الا قدرتوا تاخذوهم، هما شويه غاليين، يمكن كيديروا واحد 600 درهم، ولكن ما تفكريش فكري في النتيجه اللي غادي يعطيوك من موراهم. فهمتوني؟ النتيجه الزوينه اللي غادي تحصلي عليها في السنات ديالك. اشنو اخر غادي نبارطاجي معكم؟ واحد الحاجه اللي هي مهمه، عطاوني مع هاد دونتيفريس، عطاوني هاد الفيتامين انرجي، وعطاوني معاه هاد تريك، هذا اللي كتنقي بهم بين السنينات من البقايا ديال الطعام. هادو نيت هو اللي غادي نهضر لكم عليهم البنات، هاد لي فيل دونتيغ، هادو مهم من البنات، مهم من بزاف. من بعد الماكله ما كتاكلوا كتبقى لكم الماكله ما بين السينات ديالكم وما بين الضروس ديالكم. هادو انا ما تيخطاونيش البنات، دائما عندي، نحاول نخليهم نوريكم يعني الشكل ديالهم، دائما تناخذهم، تينفعوني بزاف بزاف، تيحيدوا ليا البقايا ديال الماكله. حيت ما تنساوش البنات حتى البقايا ديال الماكله فاش كتبقى لكم ما بين الدروس وما بين السنان، يعني نهار على نهار على نهار على نهار، راه حتى هما كيعطيوكم ريحه خايبه في الفم ديالكم. فهادو دائما البنات مهمين، هادو ما خاصهمش يخطاوكم، دائما خاصهم يكونوا معاكم سواء في الصاك ديالكم سواء في الدار ديالكم، ما خاصهمش يخطاوكم. الا تبعتوا البنات هاد الخطوات تكونوا متاكدات انه السينات ديالكم دائما غادي يكونوا بيضين، ما غاديش تحتاجوا انكم تمشيو عند دونتيست. وخير دليل هو انا عمرني مشيت عند دونتيست الا في حاله واحده، انه كانوا ناضوا ليا دروس ديال العقل وباقيين ما ناضوش غير من الجدر ديالهم، وخفتهم يخسروا ليا السنان ديالي حيت قالوا ليا دروس ديال العقل يعني ما كيبقاوش السنان مستفين. فمشيت عند دونتيست وحيد جوج، من يعني لدرجه انه حتى الدونتيست قال لي ما شاء الله تبارك الرحمن، واش داجا انت كتصايبي مثلا سنانك في شي بلاصه اولا؟
لي عمرني انا اول مره يمكن كنجي عندك. هي فاش جيت عند دونتيست اول مره يمكن في حياتي كنمشي عند دونتيست، ما كنمشيش عند دونتيست. لا الحمد لله يعني سنيناتي محافظه عليهم كيف ما قلت لكم، شاك غوطه كنحاول نغسلهم ضروري 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 قبل ما كنعس، كنحاول نغسلهم. الا كان عندي شي اللي تكدرني او لا شي حاجه ضروري البنات كناخد البامبوش. فوالا كنستعمل هذا ديال لا مارك كولغيت. البامبوش البنات كنبقى نمضمض به الفم ديالي واحد المده ديال 30 سكوند يعني نص دقيقه، فحتى هو زوين وتيخلي لك واحد الريحه ديال الفليور في الفم ديالك. اللي بغيت نقول لكم البنات واحد النصيحه اللي هي مهمه، العدو ديال السنان او ديال الضروس هما يعني جميع اشكال ديال الحلويات، سواء الحلوى سواء الفانيت، مهم اي حاجه فيها السكر. فسبحان الله انا من صغري ما عنديش مع الحاجه اللي كتكون حلوه بزاف، يعني الفانيد ما كنتش كنحملو في صغري ولا كناكلو ولا كندور به ولا كنطوف به سبحان الله. ولدابا يعني لدابا ما كنعطيش يعني ما كنحاولش ناكل الحاجه اللي كتكون حلوه، الحاجه يعني انا اي حاجه كتكون حلوه ما عنديش معاها، يعني عندي مع الحاجه اللي كتكون مالحه. فالنصيحه اللي غادي ننصحكم، العدو ديال السنان ديال الضروس هما السكريات، فحاولوا ما امكن انكم تبعدوا على السكريات، سواء الصحة ديال الضروس ديالكم او السينات ديالكم وحتى الصحة ديال الجسد ديالكم. قلت لكم هكذا حيت انا عارفة دابا كتلقاي غير الوليدات الصغار مساكن لي مامو ما يعني كدير الخاطر الوليدات الصغار، كتخليهم يعني يبقاو يمشيو ياكلوا الماكلة يعني داكشي اللي كيتباع في الاسواق او لا كنقولوا كيتباع في الحوانت، وتيبقاو كتلقاي دابا واحد باقي صغير يعني يلا عنده يلا بقى يلا السنينات ديالو نايضين، وكتلقى فيهم الكالكير، كتلقى فيهم السوسه في الضروس. هذا فمن الاحسن ان الامهات يردوا البال للسنينات ديال ولادهم ويحاولوا ما امكن يبعدوهم من السكريات، حيت سنان والله العظيم شي حاجه اللي هي مهمه بزاف. شوفوا البنات غير فاش كتجيكم يعني الالام ديال الضرسه، راه حتى شي حد ما كيقدر عليها، يعني الضرسه مناش كتجي، يعني السوسه مناش كتجي، راه كتجي الواحد خاصو يعرف اشنو ياكل، يبعد على السكريات وينظف سنان ديالو، يعني دائما يهتم بالتنظيف ديال السنان ديالو باش ما يوقعش في هاد المشاكل، حيت السنان اللي كيعطينا سيدي ربي بصراحه ما كيتعوضوش، يعني ولو انك ديري اللي درتي في سنانك ولكن ما كيبقاوش بحال السنان الاصليين. غادي نشارك معكم البنات هاد لي كومبريمي ديال البنات اللي كيكون عندهم الريحه في الفم كيف ما قلت لكم في البدايه ديال الفيديو. فوالا هما هادو سميتهم بيغو دو جيل، هما هادو فوالا كيديروا البنات 102 درهم يعني بثمن اللي هو مناسب. كتاخدي 3 ديال الحبات، وحده في الصباح وحده في الغداء، يعني وحده بعد الفطور وحده بعد الغداء وحده بعد العشاء. كوني متاكده كدين البنات زعما هادي زعما يعني بحال يعني كنبصم لكم عليها، البنات اللي كيعانيو من الريحه ديال الفم وكتكون عندهم الريحه ديال الجوف من بعد ما كياخذوا هاد لي كومبريمي هادو، والله ما كتبقى عندهم الريحه ديال الفم، يعني ما كتبقاش عندك الريحه ديال الفم. كنتمنى انه الفيديو ديال اليوم، كنظن انني قلت كاع الافكار اللي عندي شاركتكم وعطيتكم السر ديال البياض ديال السنان ديالي. بصراحه ما كنتبع حتى شي وصفه طبيعيه من غير هادشي اللي قلت لكم، واني كنحافظ على النظافه ديال السنان ديالي ومبعده على جميع انواع الحلويات، يعني ماشي غنقول لكم انا ما كناكلش الحلوه اولا، ولكن وحده جوج، وماشي كل نهار وماشي كل دقيقه وماشي كل ساعه وماشي كل يعني كنحاول تكون عندي شهيوه ناكل ونعرف كيف ما تنقولوا باللهجه المغربيه كولي وقيسي. هادشي هذا هو يعني المبدا اللي غاديه به في هادشي ديال الحلويات، كناكل وتنقيس. وحتى الشوكولات
كنشوف بزاف بزاف ديال البنات كيتعطاو الشوكولاط، يعني تياكلوا شوكولا بجميع انواعه بجميع اشكاله بواحد الكميه اللي كتكون كبيره. فحتى هما تنقول لهم راه العدو ديال السنان هما الحلويات، يعني تنقولها وتنعاود نقولها، يعني السكريات هما العدو ديال الضروس اولا ديال السنان. حتى الا بغيتي تاكلي الشوكولاط يعني كوليه، ولكن يعني في مده، يعني ماشي دائما، ماشي اليوم في الصباح وفي الغداء وفي العشاء وهذا. ولو بيغ ديال هادشي انه كاينين بعض الناس، لحقاش الفيديو ديال اليوم راه بيان سي راه كيهم الدراري وكيهم البنات، يعني فيديو يعني اي واحد غادي يهمه، سواء الصغير سواء الكبير، يعني فيديو مفيد صراحه، مفيد مفيد بزاف. كاين نوع ديال البنات او النوع ديال الدراري ما تيعرفوش شي حاجه سميتها يحك سنانو قبل ما كينعس، لا راه النهار ما خلى ماكله فيه الحلويات المملحات صافي وكينعس، واليوم على غدا اليوم على غدا، راه ماشي غير السوسه اللي غتكون، راه شي حاجه ما بتسوسه. فكنتمنى الحبايب ديالي ان الفيديو ديال اليوم ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم، وانكم تستافدوا منه وتتبعوا النصائح اللي عطيتكم. ولا بغيتو تاخذوها دونتيفريس راه غزال، لا بروس دون راه غزاله، هاد لي كومبريمي اللي شاركت معكم غزالين بزاف بزاف، ان شاء الله غادي تلقاو عليهم واحد النتيجه اللي فوت 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 مرضيه. فكنتمنى الى عجبكم الفيديو من طبيعه الحال جيم تابعونا عندي في لاشين وضغطوا على زر الجرس باش تبقاو توصلوا ان شاء الله بكل ما هو جديد، وحتى نتلاقى بكم ان شاء الله فيديو اخر. ولا عندكم افكار كتبوهم ليا في لي كومونتير، اي حاجه بغيتوني نشاركها معكم بيان سيغ نشاركها معكم بكل صدر رحب كيف ما تنقولوا. وكيف ما قلت لكم حتى نتلاقى بكم ان شاء الله فيديو اخر، ما تنساوش انني كنحماق عليكم وبوسه ليكم كبيره.